تخرجت من الجامعة وبشرت عملي، وأثناء العمل اكتشفت وجود الكتلة هذه بالصدفة. جت يدي على الورم، شيء في الجسم لما يكون الإنسان دائما جسمه طبيعي، فجأة ألقى يدي جاء على شيء مش منتفخ، حبة داخل الجسم موجودة، شيء من جوا الجلد قاسي ما يتحرك. ليش مو ناس ثانية؟ ليش أنا اللي جاني؟ ليش مو كيف بيصير فيه؟ وش بيصير فيني؟ خلاص بقالي شيء بسيط، وما راح أموت إنسانة كذا بشكلي، بتشوه أسمع عنه أو أقرأ أو ما كان اهتماماتي أبدا، بقالي أيام بسيطة وأموت. انكثر شهر شهرين ثلاثة، ما في أحد أعطاني أمل، ما في أحد أعطاني أمل، زي اللي داخل كهف مظلم بس ما تدري إيش جواك، إيش بيواجهك داخل كهف، إيش جواه ما تدري، ظلمة بتطيح بتوصل لنهايته، أساسا ما لا نهاية ما أدري. انصدمت في نفس اللحظة وقعدت أصيح صياح مو طبيعي، لين رحت البيت وأنا أصيح أصيح أصيح، يعني خلاص حطيت في راسي إن أنا لازم أصيح بس هاليوم، بس هاليوم لازم أصيح فيه، بعد كذا لا أصيح. سأطلع كل اللي في خاطري في هاللحظة، وأنا توني صغيرة في 23 بالنسبة لي ضغط، توني متخرجة، ما توني متوظفة، ما تزوجت ولا جبت أطفال ومرة زي كذا ليش؟ فعلا جت بعدها ما لا قويت نفسي، قويت نفسي، اكتشفت ان الانسان اذا ما قوى نفسه من جوا ما حد مقوي، يعني هو نفسه، يعني رغم هذا كله، رغم كل المواقف السيئه اللي صارت لي، كنت مؤمنه انه اللي كاتبه ربي هو اللي بيصير مهما انا سويت، بس الحمد لله يعني احس انا من جواي كنت قويه، انا كنت من جواي انا قويه وانا اقدر اتغلب على هالشيء، والحمد لله تجاوزت. صرت فعلا اول انا قاعده في الغرفه ما في احد يدخل علي يكلمني، قاعدة أخذ علاج وبس، خلص علاجك ويطلعي. الآن أنا أدخل عند المرضى في غرف العلاج وأقول لهم أنا كنت زيكم في يوم من الأيام، لكن الحمد لله الحين صرت كويسة، يتفاجئون. إحنا لما ندخل نفتح الستاير ونقعد نتكلم معاهم كنا زيكم، والحمد لله صرنا كويسين، تعافينا، مسكنا أحسن المناصب، توظفنا، في ناس تزوجت وفي ناس جاها عيال، وقفت الحياة هنا الحمد لله.